أنا حالياً في واحة الكرامة، واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن أتصور فيها في العاصمة أبوظبي. فالجو مثل ما تشوفون جداً جميل، كان في شوية غيوم الصبح لكن فجأة اختفت لما قررت أطلع أصور، فقلت خلني أستغل هذا الجو الحلو وأطلع أجرب أصور فيديو بالآيفون 11 برو الجديد اللي توني ماخذه قبل كم يوم. الحين الساعة 4:30 تقريبا، باقي ساعة على غروب الشمس، فخلنا نستغل الفرصة. أحلى شيء إن المكان فاضي ما في حد. قبل كم يوم جيت كنت بصور نفس الفيديو ولكن كان زحمة وكان في كيبلات واستعدادات لاحتفالات يوم الشهيد واليوم الوطني، فما قدرت آخذ راحتي، لكن اليوم غير. طبعا اغلبكم عنده موبايل، واغلب الموبايلات هالايام مزوده بكاميرات حديثه، فمو بالضروره يكون عندك ايفون 11 برو جديد عشان تطبق الخطوات اللي بنتكلم عنها في هذا الفيديو. جميع المقاطع اللي بصورها اليوم ان شاء الله بتكون هاند هيلد بدون استخدام اي جيمبل، لان بعد ما وصلني الزيون كيو سموث 2 اللي طلبته قبل فتره، وكنت بيني وبينكم محتار ما بينه وما بين الاوزمو موبايل 3، لكن بعد ما شفت كم من فيديو على اليوتيوب قررت اخذ الزيون. المكان مثل ما تشوفون جدا جميل، وفي كثير من التفاصيل الجميله اللي ممكن تصورها. عندك ميدان الفخر، من هنا تقدر تطلع بزاويه حلوه او انعكاس جميل لمسجد الشيخ زايد مع البحيره اللي تشوفونها امامكم. هذه في زاويه تقليديه هناك ما ادري اذا تبين، تلاقي كل المصورين وقت الغروب حاطين كاميراتهم ويصورون. عندنا ايضا نصب الشهداء، هذا نصب الشهيد اللي عباره عن يعني تحفه معماريه، عباره عن الواح من الالمنيوم مايل على بعض مبنيه بشكل فريد. ففي كذا فكره في بالي ابى اصورها في هالمكان، وكذا مره جيت صراحه، يعني مثلا ابى استغل الاضاءه اللي موجوده حاليا مع الظلال على هاي الالواح واطلع بلقطات حلوه. وايضا عندنا هالكتابات الجميله اللي موجوده على الالواح، واللي هي عباره عن ابيات واقوال ماثوره للمقفوله باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. من الشغلات اللي ابى اصورها اليوم هو هذا الممر المائي اللي يمتد من مدخل الواحة ويمر بنصب الشهيد وينتهي في جناح الشرف. وطبعا هاي الفكرة مستوحاة من نظام الأفلاج اللي كانت تستخدم السابق في الواحات الإماراتية. أيضا من المشاهد اللي قاعد أخطط أني أصورها هي مشهد تداخل أشعة الشمس مثل ما تشوفون مع الأعمدة عشان تعطيني هالفلير الجميل. طيب الحين بعد ما خبرتكم خطة التصوير لهذا اليوم، فأول شيء نسويه قبل ما نبدأ التصوير هو ننظف عدسات الآيفون باستخدام قطعة قماش عشان نزيل أي آثار للأصابع. وطبعا بنحول إعدادات الكاميرا إلى سلو موشن على فول اتش دي و 120 فريم في الثانية عشان نحصلنا هذا السلو موشن العجيب اللي الكل يحبه. فاللقطة الأولى بتكون لقطة أصور هذا اللوح وأخلي هذا اللوح اللي على اليسار هو الفور جراوند، بنشوف شو يطلع معه. شوفوا اللقطة كيف طلعت، سينمائية عجيبة الصراحة. اللقطة الثانية ابى تشوفون الإضاءة اللي هني، ما ادري تبين ولا لا، في إضاءة وايد حلوة على طرف العمود او طرف اللوح، فبحاول اقرب عليها باستخدام الكاميرا وايضا سلو موشن. تكون اللقطة اللي قلت لكم عليها في بداية الفيديو، ابى اصور الشمس لما تضرب على طرف الالواح
فهذا هو الوقت المناسب قبل لا تغيب الشمس. طبعا لان نصور هاند هيلد فمن الضروري انك تحاول تخلي ايدك جنب جسمك قدر الامكان على اساس تقلل الاهتزازات. في اضاءه وظل وايد حلوين على المنطقه هاي في اللوح فنبى نلحق عليهم قبل لا يروحون. الإضاءة الذهبية هاي على الألواح خطيرة صراحة. زين، واحدة من اللقطات اللي دائما تجي في بالي لما اجي هالمكان وهي اني اطلع او اني ابين العلم، فبصور من اللوح هذا وبعدين بطلع عشان ابين العلم، بتكون يعني من اللقطات الختامية في الفيديو. للأسف الشمس يعني نزلت تحت وتقريبا الظلال اختفت من المكان، لكن في لقطة حلوة بصورها وهي الستركتشر أو اللقطة من تحت لفوق عشان أبين المعمار الجميل لهذا المكان، فخلونا نشوف. أيوة، نسيت أخبركم لهاللقطة، فأحسن عدسة ممكن أستخدمها هي الألترا وايد الجديدة اللي موجودة في الآيفون. شوفوا كيف طالعة، يا سلام. للأسف لو كان في شمس كان ممكن أصور في هالمكان الظلال أو أشعة الشمس وياي، يعني ما أدري يا أصورها اليوم وخلاص نكتفي فيها ولا أي يوم ثاني وأصورها وأحطها ضمن الفيديو. خلونا نشوف، بس بأويكم شو اللي أنا قصدي. ولعوا الليتات. صبعي كان مغطي العدسة. برجع عيد اللقطة، أحلى شيء تنظف هاي. سيتخبركم بعد أن لما تصور بالألترا وايد للأسف ما فيها مانع اهتزاز، لكن العدسة العادية والعدسة الزوم فيهم مقلل اهتزاز. للأسف الوقت قاعد يداهمنا بشكل كبير والإضاءة تخف شوي شوي، فعندي لقطة الحين أبى أصورها وهي أنا قاعد ألف المكان وطالع فوق، فبتكون وايد حلوة بسلو موشن. الحين ما اعرف باقي شو لقطات، خلنا نشوف. طبعا في لقطه نهائيه لازم اصورها وهي وانا ماشي وطالع من الواحه على اساس تكون هي ختام الفيديو. مو بكاني نسيت اصور شيء، الماي بس ان شاء الله يطلع حلو حتى لو بدون اضاءه. العبارة اللي مكتوبة هني وايد وايد حلوة ولازم أصورها حتى لو ما في إضاءة. باقي آخر لقطة وهي اللقطة اللي أنا اللي بتكون اللقطة الختامية لهالفيديو، وهي وأنا طالع من المكان. فهالممر وايد حلو مثل ما قلت لكم، لو كان في إضاءة بتكون اللقطة وايد أحسن، بس هذا الموجود. تشوفون هذا المكان اللي واقفين فيه هاي السياح، لو كان الجو فيه غيوم كان شفتوه مليان مصورين، كل واحد حاط الترايبود ماله عشان بس يصور الانعكاس جامع الشيخ زايد على هذا البحيره الصغيره. طب اللقطه وايد حلوه خصوصا لما تكون في غيوم ويكون الغروب متلون شي ناري، اللقطه وايد حلوه. بس خلاص صارت يعني زاويه محروقه، بس مو غلط ان نصورها بالايفون ولا شو رايكم؟
الحين خلصنا كل اللقطات اللي نباها تقريبا يعني. كان ودي اني صراحة اخذ لقطات ثانية ولكن الاضاءة راحت علينا، فخلونا نروح المكتب ونبدأ التعديل. والحين بعد ما رجعنا وجهزنا كوب القهوة ممكن نبدأ بعملية المونتاج. طبعا ما بوريكم المونتاج بشكل مفصل لاني اتوقع ان اولدي طولت في تصوير الفيديو والمشاهد اللي بعرضها في الفيديو، فبس بمر بشكل سريع على عملية المونتاج وبوريكم كيف اخترت اللقطات بشكل سريع وطريقة المونتاج، كل شغل سريع. طبعا حابين اسوي لكم فيديو مفصل عن طريقة المونتاج فاكتبوا لي في مربع التعليقات. فالبرنامج اللي انا حاليا قاعد استخدمه او دائما استخدمه هو ادوبي بريمير النسخة الحين صارت 2020. فمن الطلعة هاي طلعنا بحوالي 50 مقطع او فيديو، فانا اوريدي سويت عملية الفرز بشكل سريع اساس ما اضيع وقتكم ولا نطول بالفيديو. فهو باختصار الفيديو عبارة عن ما اريد يطول عن مثل ما شفتوا عن 45 ثانية، وفي له كالرين وفي له ايضا موسيقى. فنبدأ اول شيء بالمشاهد. فهذا هو المشهد الاول لما انا وصلت لنصب الشهداء. فمثل ما قلت في الفيديو ان كل المشاهد او اغلبها ب 120 او سلو موشن 120، مع اني اكتشفت بعدين ان في بعض المشاهد صورتها 240 وبعض المشاهد نسيت اني احطها سلو موشن. فهذا المشهد الاول سلو موشن، ثانيه ما ادري عن ثانيه، كله طبعا يرتبط مع الموسيقى اللي بتشوفونها او بتسمعونها بعد شوي. المشهد الثاني هذا لما انا شفت الاضاءه الحلوه على طرف العمود، كان اضاءه جدا جميله، اضاءه الشمس. المشهد الثالث هو هذا لما قلت لكم ابغى يكون في الفليرنج يضرب على طرف العمود ومسجد الشيخ او جامع الشيخ زايد في الخلفيه. وعندنا ايضا هذا المشهد الجميل لما شفت الاضاءه ضاربه على الكتابات او الابيات الشعر، هاي كانت جدا روعه مع شويه موشن وحركه سلو موشن. فهاي اللقطه، واللقطه اللي بعدها تقريبا نفس الشيء بس قعدت اسوي حركه بالكاميرا مثل ما تشوفون. والمشهد الثالث هو هذا لما صورت النصب بشكل رأسي عشان ابين الستركتشر وابين الجمال المعماري فيها. وهني سويت مثل سرعت جزء من المشهد مع شويه ساوند افكت. شوفوا مره ثانيه، فطبعا كله ضبطته مع الموسيقى بنسمعها في نهايه المقطع. وعندنا هذا المشهد ريفيلينج شوت من الفور جراوند واحد من الاعمده عشان ابين كتابه في العمود اللي وراه. وايضا سويت سبيد رامبينج سريع مع ساوند افكت مره ثانيه. والمشهد اللي بعده مركز هنا على العلم يا سقر. طبعا هل تحركت بشكل رأسي ولكن سويت حركه حلوه او سويت سكيلينج او كبرت المشهد. في بدايه المقطع كان 100% نفس الحجم، ولكن مع وسويت مثل ما يقولون الكي فريم على نهايه المشهد كبرته ل 105 فطلع كانه مسوي زوم ان. المشهد اللي بعده وانا قاعد ادور على سلو موشن، واللقطه اللي بعدها ونفس الشيء انا قاعد امشي وسط الاعمده بس قعدت الف كاميرا او الف الموبايل معي. والمشهد ايضا اللي بعده لما شفت الكتابات او عجبتني هاي الابيات الشعر او العباره فصورتها بالشكل اللي انتم شفتوه ضمن الكواليس. وايضا سويت له تايم مابينج سريع مع ساوند افكت. وهذا الريفيلينج شوت اللي شفتوني اصورها لما كنت ابغى ابين العلم. والمشهد اللي بعده مشهد النهر الجاري او اللي مثل الافلاج، وحطيت له ساوند افكت صوت النهر. واللي بعده نفسه ولكن من زاويه ثانيه وسلو موشن. وهذه اللقطه انت يمكن ما حطيتكم كواليسها لكن عجبني لون الشفق ووقت المغرب فسويت هاي الحركه الموشن السريع. ونفس الشيء شفت لما ولعوا الاضاءه عجبتني الاضاءه واختلاطها مع او اندماجها مع لون الشفق فسويت الحركه هاي ايضا سلو موشن. وعندنا هاي لقطه جامع الشيخ زايد. واخيرا لقطه عامه مع للمكان نصب الشهداء من بعيد. والمشهد الاخير وانا قاعد امشي وطالع من المكان. باختصار هذا هو اللي سويته عشان اطلع بفيديو مدته 45 ثانيه تم تصويره باستخدام
الايفون 11 برو. خلونا نشوفها مرة ثانية. يعني شخصيا تفاجأت بكواليتي الفيديو اللي طالع من الايفون 11 برو، ما كنت متصور انه بيكون بهذه الجودة. مثل ما شفتوا انا ما كنت مستخدم جيمبل، ما كان فيها اهتزاز ما عدا يعني البعض منها، وعوضتها او قدرت اتجنبها بعد ما استخدمت الافكتس الوورد ستابلايزر عشان يخفف الاهتزاز. فبشكل عام انا وايد وايد منبهر بنتائج الفيديو في الايفون 11 برو. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم واستانستوا عليه، وكالعادة إذا عجبت المقطع يا ليت تدعمني بلايك وتنشر المقطع بين ربك وأصحابك اللي يحبون أو مهتمين بالتصوير باستخدام الموبايل. طبعا إذا حابين أنزلكم فيديوهات مشابهة عن التصوير بالموبايل اكتبوا لي في مربع التعليقات. إذا كانت هذه زيارتك الأولى للقناة فلا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار أول ما ينزل فيديو جديد. المفروض إني أنزل فيديوهات إن شاء الله، أو ناوي أنزل فيديوهات بشكل أكثر، كنت وايد مشغول الفترة الماضية، لكن أوعدكم أني أكثر فيديوهات في الفترة الجاية. فكان معكم أسامة الزبيدي، إن شاء الله نشوفكم في مقطع جديد. سلام.